السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم، ربنا يحفظ حضرتك. وياكم. سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. في حد عايز يشتري سيارة وهيدخل في النص شركة متخصصة في التمويل لبيع السيارات. هذه كنا سألنا حضرتك على الحرمة، فقال عشان خاطر بيعملوا عقد ملزم ان هو لازم يشتري السيارة، فهو يعرف حد داخل الشركة. لأنه انا عشان خاطر نخرجك من الموضوع ده، انا اللي هنشتري لك السيارة وهتتعامل معايا انا، مش هنعمل لك العقد الملزم اللي هو بيحرم العملية دي. ارجوك لا تلقي بيديك الى التهلكة في الربا، هذه معاملة ربوية، والشركة قامت مقام البنك، تقرضك وتأخذ القرض مع المبلغ، والحيل حرمها الله، انتبه لنفسك. السلام عليكم.